تفخر ببالي اتعلم انجليزي، وقررت ادخل دورات، و كنت خايف من اللغة الإنجليزية، بعدين لقيتها سهلة وتطورت سريع. فرق فوق النص يعني، قراءة وترجمة، وحتى بالمدرسة يعني حيل قاد. دخلت الدورة من الأستاذ غازي ودرسني هاي اللغة وفادي حيل يعني، حتى بالمدرسة على استوى. أنا أعطي دورات مجانية لأن الطلبة يعني يحتاجون المساعدة وتطوع من عندي بدون أي مقابل. Resolute M by Bot. Fire.